غرفه اوبتيك ابلاينسز، الاجهزه التقويميه. فيك توصلنا لعده شغلات، في عده كلاسيفيكيشنز للاجهزه التقويميه. بيقول لك هون اول واحد، هون اكوردنج تو ذا مود اوف اكشن، في شيء اكتف في شيء باسيف. شو هو الباسيف يا شاطرين؟ يلا قولوا لي شو باسيف ابلاينس. خدني اول فصل، مين هو؟ هو يا عباس ريتينر. الله ينور عليك. اكتف ابلاينس شو؟ كل شيء غيره، كل شيء بحرك السنان هو شو؟ اكتف ابلاينس. كل شيء باسيف ريتينر. عم بقصد فيه الريتينر. شو عندي انواع في الريتينر؟ ريموفبل وفيكس. اوكي هون الاكتف ابلاينسز شو عندي؟ عندي فيكس وعندي ريموفبل. هتشوفوا هلا شيء بسموه كومبينيشن، يعني ممكن تستعمل بي ارش فيكس ابلاينس بي ارش ريموفبل ابلاينس، هذا بسموه كومبينيشن. طيب بنشوف شو قايل هون. قبل ما نقرا، هيدي نقرا المقدمه اللي فوق. عم بيقول لك اورثودوكس ابلاينسز كان بي ديفايند از ديفايسز، فيها نعرفها هي على انها اجهزه which create and or transmit force، يعني اجهزه تصنع قوه دفع، create force تصنع قوه دفع، or transmit يعني هي ما بتصنع، هي تكون عبرها بيوصل الفورس. يعني انا مثلا اذا بدي احرك شيء قاعد هون مثلا، ممكن لسقه على الطاوله وحرك الطاوله يمشي معه. ترانسميت شيء بيعبر. هلا مثلا تلاقوا شو بيعمل ترانسميت للفورس. طلعوا شوي هون، افرجيكم شيء على الفيكس ابلاينس. بتطلع هون، هاي البراكت هيك عم زومي عليها كثير. هيدا البارت من البراكت، هيدا بسموه تعليقه. اوكي هيدا البارت ما بيعطي فورس، بس هيدا في يركب عليه الاسم، في يركب عليه موتور تحت شد السنتريفيوج، فهيدا بيعمل ترانسميت للفورس. هو جهاز تقويم يعني، بس هيدا البارت ما بيشتغل، ما بيعطي فورس غير ما انا احط عليه فورس، هذا بيعمل ترانسميت للفورس. اوكي الواير اللي قاعد هون داخل البراكت شو هو؟ هو بيعطي فورس. البراكت لحالها ما بتعطي فورس، الترانسميت فورس كلها سوا، بس الواير اللي حاطه هو بيعطيني فورس. اوكي فجهاز التقويم ممكن يعمل كرييت، ممكن يعمل ترانسميت للفورس. عم بيقول تو انديفيدجوال تيث اور تو جروب اوف تيث، يعني في حط فورس على سن واحد، في حط على كذا سن. اجمالا بالفيكس ابلاينسز مثل هيدا اللي هون، مثل البريسز يعني، بقدر حرك فيه كذا سن. اجمالا الريموفر ابلاينس اللي يعني اللي عم تاخذوها انتم باللاب، هيدي بتحرك سن واحد. الا مثلا خليت مثلا مثل ريكيرف ذات سبرينج، ممكن يحرك اربع سنين سوا، بس انه مينلي بحركه سن واحد او سكمنت واحد. انا بالفيكس ابلاينسز بقدر حرك كذا سن مع بعضه. طيب هون انا ركز عليها، اند اور ماكسيلو فيشل سكيلتال يونت. طيب انا سنين وين قاعدين؟ قلب العظم الفيولر بون. هون الفيولر بون شو فيه؟ بيزل بون، يعني السنين هن بارت اوف ذا جوز. انا اذا بحط فورس على السنين، هذا الفورس اذا كان قوي حيوصل للجوز، ممكن ساعتها اذا وصل للجوز يحرك الجوز لاثنين او لواحد. هون عم بيقول اند اور ماكسيلو فيشل سكيلتال يونتس، يعني انا بقدر باجهزه التقويم هالديفايسز مش بس احط فورس على السنين، بقدر احط فورس على الماكسيلا وعلى الماندل. اوكي؟ طيب. So as to bring about changes within the bone. يعني انا لما احط هالفورس اذا بدي احرك سن، وين عم يمشي السن؟ داخل البون، فانا عم غير البون، حرك ماكسيلا او ماندل اوريدي عم حرك بون يعني. اوكي؟ ما في توث موفمنت او اورثوبيديك موفمنت من دون بون يعني. سنين مش قاعده بالهواء. So as to bring changes within the bone with or without tooth movement. يعني انا مثلا كمان بقدر احرك ماكسيلا لحاله من دون ما احرك معه tooth movement.
مثلا تحرك ماكسيلا من دون ما احرك ماكسيلا كتير، بقدر احرك ماندبل من دون ما احرك ماندبل كتير، افضل ممكن الحياة هتشتغل هي صلاح بتاع الصاحب، هذه اسمها تعمل هيك بتاع دول ديفينيشن، انا هو اكيد مش قصد هيك، فانت عليها بتحرك ماكسيلا او ماندبل حاجز تستخدم ميني بليتس، تحط اندر ميني سلوز او تفصل ميني بليتس مجموعة سلوز مربوطة مع بعض، فعليا اذا بدي احرك ماكسيلا او ماندبل لحاله بدي ميني بليتس من دون توث موسكل. هلا انت حيحكيك هو على الفانكشنال ابلاينس، سألك شو هو هذا الفانكشنال ابلاينس؟ هذا كمان عنده محاضرة حناخدها، رح فرجيك واحد انواع الفانكشنال ابلاينس، هذا الثري خلينا نشوف التو قبل، هذا اسمه فرانكل. ديفايس اسمه فرانكل. طيب. أنا هون في عندي كلاس 2 بيشنت. أوكي؟ شايفين هالأوفر جاك اللي عندي إياها؟ طيب. أنا بدي أسكر هالأوفر جاك. شو الكونسيبت من هيدا فرانكل؟ بيقول لك انه فرانكل هيدا الجهاز بيقرب لك المنطقة، يعني هيدا الكونسيبت من فرانكل، هيدا كنا نعتبره كون دقيقين، هيدا كونسيبت سطحي يعني، هيدا مثل يعني ما بدنا نقول اهو يعني، اوقات كده الحروف السبب يطمع تطمير يعني، طموحه بيشتغل مع الواقع، كانوا يعتبروا قبل انه هيدا الجهاز بس في حالة المنطقة، فعليا مش بس في حالة المنطقة، حالة استمرار يعني، كل الفانكشن ابلاينس اللي بتشتغل تعمل اجهزه ما كان في شيء اسمه جراحات تقويميه، حتى للجروب بيشنت، هاي نوعا ما العالم بتحب تستعمل يعني، بس فعليا بيحرك السنين مش بس بيحرك الماندبل، الماندبل اللي لك في التقويم الماكسيموم بتاعك يكبر الماندبل 2-3 ملي، هذا اذا عملت انجاز يعني، اوكي؟ بتكبره 2-3 ملي، فهو الفانكشنال ابلايز مش بس انه بيحركس فعليا الماندبل، شغله الرئيسي فعليا تحريك الانسايسز. اذا اخذت شويه ماندبلر موفمنت منيح يعني. اوكي بس قبل كان الطموح تاعهم انه لا هذا الماندبل هيك ايش اذا تحرك الماندبل فعليا مش هيك دراسات هلا بتقول مش هيك. على كل حال حنشوف الجهاز يعني هلا هو هون عم بخبرك انه هذا الجهاز بحرك ماندبل يعني. قاعد يقول لك انه الجهاز بحرك ماندبل، هلا هاي الشغلات ما بتفهمها بخبرك يعني معلومه مش صحيحه يعني. بس انه مين اللي بحرك انسايزر؟ هذا بيسموه فرانكل بناخذ الفانكشن ابلاينس اكيد هذا شغل بالانيميشنز الفيري لايف مش هيك انا بدك بعمل لك انيميشنز يعني تطبقها على الواقع هذا بسموه هون هذا اللي هون شايفينه شو عامل باللب مفصل عنه ليتر اون يعني بس انه هذا اللب بامبر اللي حاطه هون قرب اللب لقدام اوكي انه بيحسن البروفايل اوكي وبيقول لك انه بيقرب لك المندبل بس قد ايه بيقرب المندبل ديسبيوتد يعني اوكي بس هذا هو الجهاز هيك هذا بسموه فرانكل يعني هذا بسموه فانكشنال ابلاينس في واحد ثاني هلا ما بعرف اذا حطه هون بسموه مثلا فيكست فانكشنال ابلاينس هذا هلا حفرجيه هون هيدا بسموه فيكست فانكشنال ابلاينس اللي اول عم تشوفوا بينقاموا بينحط هيدا بسموها اشهر واحد يعني هيك بالمان فرانكل وهابش بيشتغلوا كمان على الماندبل هلا اجمالا هيك اشياء حديثا شو صاروا يستعملوها عشان يعملوا ماكسمايز للماندبل بيقلل الدوت موفمنت يا كان عامل سلوز او ميني بليتس يعني كل الاجهزه هاي بتكب الانسايزرز لقدام بيركب مثلا تقول لك وين بيركب هون مثلا على اللور ميني سكرو بيعلو على اللور انسايزرز بيحاول يمنعهم يقربوا هلا هيدي بتاخذ اجمالا النتيجه ما بها شيء جيد يعني بس اكيد بضل في شويه ماندبلر موفمنتس في اجهزه متطور اكثر يعني بس مش لك تفوت فيها هذا اسمه هرتشت هذا فيكست فانكشنال ابلاينس كمان بيقرب الماندبل لقدام هلا هيدا شو بيفرق عن فرانكل؟ الفرانكل بده يتعاون معك المريض كيف؟ بده تعاون المريض
هالشغلات سكسس فيه نوعا ما اعلى. ليش؟ لان ما عندك تعرض لطريقتك. بيقدر ياخذ 24 ساعة فرق 16 او 18 ساعة فترة ما بيحط هيك اصلا المريض كله ما يحط الجهاز يعني. اوكي فهيك اشي اجمالا سكسسفول اكثر لان ما بدنا كوبريشن للبيشنت. طيب نرجع للمحاضرة. نرجع للديفينيشن يعني عم قلك with or without tooth movement which will help to achieve the treatment goals of functional efficiency. تذكر انت هول Jackson Stryer functional efficacy aesthetic harmony structure بس هيدي بأول محاضرة حكينا عنها يعني. ليش بتعمل تطوير كرمال الشمال كرمال الكاتاجوج ولا structural balance of functional efficiency مع الشغلات يعني. اوكي بيقلك انه هول الابلاينسز بيحققوا لك هول ثلاثة. طيب according to the mode of action حكينا active appliance اي جهاز بيعطي فورس بصير اسمه active appliance. It is one that uses some kind of force to move teeth into a desired position. هيدا جهاز بيعطي فورس على السن حتى يحطه بمحل معين. For example, removable fixed or orthopedic and myofunctional. Orthopedic هو ال ما مش ما زي الفيديو عنه هو الهيد جير ما بعرف كيف يكون عنه. هاد كير ريفرس هاد كير اوريك سامو انتو بيجي الابلاينس المايو فانكشن مثل هاد مثل فرانكل بيجي اسمه توين بلوك كمان يعني هولي بيسموه مايو فانكشن ريموفابل الاسكس الالاينرز تقويم الشفاف اللي عم تشتغلوا باللاب بيسموه ريموفابل الفيكس ابلاينس الفيكس سامو سواء كانوا على ليبيا اورثودونتكس او ريتمل كله بيسموه فيكس ابلاينس. هذا هيربس هو فيكس ابلاينس انه بتثبته يعني فيكس فانكشنال هيربس فيكس فانكشنال يعني الهيربس فيكس فانكشنال فرانكل توين بلوك بسموه ريموفابل فانكشنال ابلاينس. اوكي فهو فيك تجمع تو كلاسيفيكيشنز معه. الكلير انلاينر هو تقويم الشفاف يعني اللي بيجي مثل الاسكس. هلا هذا هون اللي حاطه هون اذا بتشوفوا عليه هذا حاطط هون زد سبرينج يعني. اوكي هلا بنحكي عنها بالريموفابل ابلاينسز شو هن هالبيس بليت والادمز ادمز. هلا هيدا ادمز بتشتغلوه باللابتوب هذا سبرينج هيدا اللي هون فيكس ابلاينسز بالبي وبالسي بسموه سامي فيكس. سامي فيكس شو قصدك بسامي فيكس؟ هلا شو قصدك بسامي فيكس؟ هلا مثلا هيدا الجهاز بسموه كارير. هلا هيدا سوق شغال هذا فيك تعتبره سمي فيكس ابلاينس او كومبينيشن. شو قصدي بالكومبينيشن؟ شو قصدي بالكومبينيشن؟ هون في عندي عم لك عندي كلاس 2 يعني شايف هون مثبت مثل تيوب. هذا بسموه تيوب مش مركب يقع على 6 وسامت مركب بعد بسموه تيوب. هذا اسمه تيوب انبوب يعني. شايفين هذا الجهاز؟ هذا بسموه اسكس ريتينر. هذا جهاز متحرك المريض بيشيله وبيحطه. اوكي هذا الجهاز اللي عم بيحطه هون اللي هو الكارير هذا فيكس ابلاينس يعني هذا بيرزق على السنان. فاللي تحت حاطط جهاز اسكس بيشيله وبيحطه المريض فوق حاطط جهاز ثابت ما في المريض يشيله. فاكيد بيحط هون الاس هيدا التيوب هالكارير ابلاينس حتى حرك السنان. هيدا نوع من الكومبينيشن ابلاينسز. في انواع كثير كومبينيشن يعني. اوكي في انواع كومبينيشن كثير. طيب هيدا هون عم يفرجيك بالصوره هون حاطط شيء بسموه مثل بطن. هيدا هون هيدا مش براكت بطن هيدا مثل شيء بتعلقه حتى تعمل اتاش لفورس فيه اذا ما بدك براكت يعني. وحاطط هون اذا شايف جهاز حتى اسكس يعني. اوكي حاطط جهاز اسكس منسقه وعصني اكيد اسكس بينشال وبينقام يعني. وحاطط فوق كمان جهاز ريموفابل يعني عامل كومبينيشن يعني. اوكي طيب
عشان ما يحرك السنين كله. حط اسكس ما يكون فيه انكورج. اذا بدك تحرك السنين واحده بيتحرك. الاسكس مش معنى السنين كله سوا. بعطيكم فيه انكورج بعطيكم على كل الارش عشان ما تحرك بس سن واحد. هيدا اكتف. الباسف حكينا عنهم. The one that holds teeth in place, retainers يعني mainly. Mostly after active treatment. After active treatment يعني بعد ما خلص حركة سنين active treatment. Has been completed. For example, retainers. Habit breaker. Habit breaker انتم اخذتوا انا ان شاء الله تكون في صورة عليه. Habit breaker اذا واحد عنده مثلا mainly بنص ورق نص كتير نص طبعا. نحط له الجهاز هيك كيف كان هذا سيجن الجهاز يعني. كده بده يحط الورق نص طبعا بيلف فين. Passive appliance and space maintainer. تصور space maintainer حكينا عنه. Space maintainer لما بدي احكي عنه space maintainer هو شو هذا؟ انت اجمالا هيدا عم تحكي بالسيريوس ترانزيشن او بالميكس ترانزيشن. عم بصير في عندك فيريوس السيريوس بده ينقبع قبل وقته، اوكي؟ تقول مثلا انت صار في عندك المانديلر صار كيري اذا بدك تقطع، اوكي؟ ال 6 years اللي حيطلع بعده يعني هو المانديلر ساكن البريمولر حتى يطلع 15 سنه يعني. اللي عندك مثلا 5 سنين اذا بتخلي الكيس هيك لمده 5 سنين حيصير ميزي رايتيشن تحط ياس فور سبيس مينتيننس. هذا كمان بيعتبروه باسف ابلاينس. هيدا هون تانج بريكر حط هون هابت. هيدا اسكس اكيد اول واحد. هيدا هون هاولي نحكي عنه بريموفا بالابلاينس. هيدا كمان مفروض تعمله بالفاينل يعني مفروض تعمل ادمز كلاسب والليبيا الارش. وهيدا هون هابت بريكر ابلاينس شايفين هون البرونجز هو عاملين مثل هيك وفيرتيكال ساكن بيجي بعض بحط هيك اصبع بيلاقي حديد يعني فبلاش يا اصبع. هلا في بعض الاولاد حديد وغير حديد يعني ما بيشتغل معه الحديد يعني حديد وغيره اوقات في اولاد بيكسروا له الجهاز يعني. طيب هذا حكينا على الباسيف. According to the patient's ability to remove the bionic appliance, في كمان classification اذا في اذا بيقدر يشيل اذا المريض يقدر يشيل الجهاز او المريض ما في يشيله الريموفا بيقدر يشيله يعني. هلا كمان تبقوا شغله بالفيكس ابلاينس اذا مثلا البيشنت بيجيب مثلا شي بنسه او بده شي بيقدر يشيله يعني حطها بيحطها على ورقه بيشيلها يعني لانه مش بيشيلها مثلا يشيل الجهاز بيقدر يكسر الجهاز المريض بيشيله يعني. Removable, those that can be removed by the patient. Fixed appliances, appliance fixed to the teeth, مثبتة على الأسنان, and the patient cannot remove, the patient ما في شيله. الكومبينيشن حكينا عنه مثل الجهاز الكارير. بارت يكون فيكس على الأسنان وبارت ريموفبل تشيله وتحطه. Have some part of the appliance fixed on the tooth surface, which the patient cannot remove. جهاز fixed بيقعد على الأسنان, المريض ما في شيله. But the rest of the appliance can be removed. بقية الجهاز بيقدر ينشر. Mechanical orthodontic appliances. هو هو اللي بيحركوا السنين الميكانيكال. Mechanical orthodontic appliances possess active components. في عندهم أعضاء active بيحركوا السنين. Which are themselves capable of generating force. هن قادرين بذاتهم يعملوا force. ما بدهم حدا يعمل لهم force. These appliances are capable of generating force that can move individual teeth. هذا عم يكرر حاله. هون عم يقول انه هو appliances يقدروا يحركوا سن واحد individual group of teeth يحركوا جوز. Mechanical appliances may be fixed or removable. كمان. Removable appliances, as the name suggests, these appliances can be removed from the mouth. هون عم يكرر حالنا. The patient can insert and remove these appliances without the intervention of the clinician. يعني من دون تدخل الحكيم التقويم. They may be active or passive removable. تكون متحرك active فعال أو passive.
depending upon the capability to exert generate force. إذا الجهاز بيقدر يعمل generate force هذا active، إذا ما بيقدر يعمل generate force هذا passive. Active removable appliances are designed to achieve tooth movement mainly clipping. إلا removable appliances أكثر شغل كيف clipping and control clipping كمان. Okay. Fixed appliances بيقدر يعطوني movement نوعا ما more precise. By means of active components, wire springs, screws, they are capable of generating tooth forces. The passive removable appliances are designed to maintain in the designated or present position. يعني مثل الأجهزة الريتينر يخلوا السن يقعد محله. E.g. space maintainer retainers حكينا عنهم. هذا هون space maintainer عامل لك اياه removable. انت السنة ما عندك محاضرة على space maintainer. هذا بيسموه removable space maintainer. مش معنى removable ما يشيل الطفل يعني، أو كمان مش بس هيك بيتخانق هو رفيقه المدرسة يعني بيضيع ينسى بالمدرسة مع شي حدا بيضيع يعني. فإجمالاً الـ Removable Appliance Space Maintainer مش كتير أفكتف. هيدا فوق الـ Essex وهيدا كاولي يعني. طيب Fixed Appliances Orthodontic Devices in which attachments are fixed to the teeth. طيب يعني braces مثل هو مثلا هذا بسموه attachment. كل هيدا braces بسموه attachment. هذا اللي هون بسموه attachment. هيدا البطن مثلا اللي هون attachment تعليقة يعني. وين هو هذا attachment اللي هون؟ هيدا اللي هون جهاز مثلا. هيدا بسموه اللي هون attachment. اوكي تعليقة. بطن هيدا. هذا كمان اتاشمنت. Are fixed to the teeth and force are applied by the arch wires or other auxiliaries. الاجمال بالتقويم والله سامع صوت ورا يعني عيب. اكيد اللي بيحرك اسنان الواير هذا قاعده بيبرك تحط يحرك اسنان يعني بيبرك استحاله الاوقات ما تحطه على اسنان ما تحركه يعني. هذا الجهاز اللي هو مثلا اسمه كويل. هذا اوبن كويل سبرينج. هذا بيفتح لي مساحه بين السنين. هاي هو زين عم بتفصل عنه اكثر بالمحاضرات الفيكس ابلاينس. هذا اعرفهم بس هيك شو هون رح نفصلهم بالمحاضرات الفيكس ابلاينس. في محاضره خاصه فيهم. انا مش رح فوت فيهم كثير. Which are capable of bringing tooth movements. طيب. الباسيف فيكس ابلاينسز. هذا جهاز سيلف مثلا. هذا هولي هلا مثلا هذا الجهاز هون كاتب لك ليه ما تجري فورس اذا تكون دقيق هيا عم يعمل بريك الفورس الحكيم اللي عم يحطه المفروض يكون عارف اظهر الخط اذا التقيل الحكيم عنده خبره بنزل هذا الجهاز لا بيحكي فورس يعني هيدا اذا بينعمل بشكل خاطئ بحرك السنين بيعملوا لها اثنين او لورا يعني هيدا بده الخط باسف حتى ما يعطي فورس اذا بايد واحد ما بيعرفش كيف يعطي فورس تكون دايين. النية هذا عم يحكي هون عم بيجيك هون هو على نية الجهاز مش عم يجيك بفعل نية الجهاز ايه كنترول السيل وقت ما حل بس السلاح اكيد وقت ما بيعرف يشتغل فيه هيدا ممكن يحرك السنان اذا وقت ما بيعرف يشتغل فيه بيعطي فورس يعني بيعطي فورس منيح يعني. Are responsible for maintaining the position of the teeth. Fixed retainer, space maintainer اللي هن. طيب. الفانكشنال اورثونتيك ابلاينس حكينا عنهم هن ايش معنى في اربع كثير مشهورين بالريموفر اكتيفيتر بايونيتر توين بلوك وفرانكل وبالفيكس اشهر واحد الهرش ما بس اذا حاعطيك في اشي غيره للهرش فيكس بس ما بس حاعطيك اياها ايش معنى هو اشهر خمسه في شيء بس له فورسز جاسبر جامبر اللي هن عدت شغل يعني اوكي هيدا ليش ليه اسمه توين بلوك؟ توين بلوك مش قطتين، واحد بالمكسلة وواحد بالمنتل توين. الفرانكل
بيقول لك they harness. harness يعني تسخن. هاي الكلمة هاي بحبوا يستخدموها كتير، كلمة harness. جماعة الفانكشنال ابلاينس بحبوا يستخدموا كلمة harness. harness يعني التسخين، تسخن شيء لخدمة شيء. they harness and transmit the natural force of the circumoral musculature. هاي دعاية الامتحان اليوم circumoral. كل هاي كل الفيشر مصنص بيقول لك يجيب لك إياها على المندل وعلى عزيلة. ميني على المندل. حتى حركوا رأي اثنين. هلا الفانكشنال ابلاينسز مينلي بيشتغلوا على كلاس 2. في فانكشنال ابلاينسز بيشتغلوا على كلاس 3، مثلا فرانكل بيشتغل كلاس 3 ممكن. اوكي فيش تستخدم ممكن تشتغل كلاس 3 فانكشنال ابلاينسز. بس المين مود بتاعهم على كلاس 2. غطيت عند الفيولار بون. This appliance generally causes a change in the surroundings of tissue envelope of the teeth. هو عم بيقول لك بيغير الصف تشو وغاتوث. هاي كان عامل لك هودي كثير تفاعل يعني. عم يحكي بطريقة تفاعلية يعني. بعليا مش كثير بيتحرك الصف تشو يعني. يا ريت لو جرب هالتفاعل. ما هو انت جرب في عالمك كل شيء يعني. بس انه مش الصورة مش هالقد ودية يعني. ما عادش الابلانس حتى التكات ما عادش يشتغلوا فيهم يعني. في منهم بيشتغلوا معهم بعمل سكروز يعني. عندك شغلات يعني. الصورة مش هالقد ودية. These appliances are generally cause change in the strength of tissue and of the teeth, thereby leading to a more harmonious relationship of the jaws. And هو اللي بيعمل لك بيظبط الجوز مع بعضه، مثل ما حكينا يعني. And the other bone of the facial skeleton, Frankel appliance, they can be either fixed or removable. Fixed functional هو هربشت، removable functional twin block, Frankel bionator activator اللي هن. هلا ideal requirement of orthodontic appliance، شو الخصائص المثلى لجهاز التقويم؟ بيقول لك all appliances which are used
with the purpose of bringing about authentic. اوكي عم بقول لك كل الاجهزه اللي بدك تستخدمها بالتقويم بده يكون في عندها certain requirements. يعني هذا عم تقول الجمله هون شو في certain requirements. The appliances should try to fulfill most of these requirements. انه كل الاجهزه كلها لازم مش عم بقول لك مش كل الاجهزه انت مثلا بدك requirements للتقويم مش كل جهاز يسكرها 100% كل جهاز مثلا ممكن ياخذ عدد requirements يسكرها في requirements ما بيقدر ياخذها يعني اوكي فهي cut off في اجهزه بتقدر تحقق لك شغلات بدك اياها اجهزه ما بتقدر تحقق اللي بدك اياه فبدك تاخذ cut off يعني بدك تاخذ trade عم بقول لك even though no single appliance till date has managed to fulfill all this عم بقول لك ما في جهاز تقويم بالعالم بيسكر كل الايديا ريكوايرمنتس بجيبها 100% شغلات بيجيبها شغلات ما بيقدر يجيبها بالايديا ريكوايرمنت these requirements can be considered under the three following headings four requirements ثلاث شغلات biological mechanical واثاتيك البيولوجيك ريكوايرمنتس شو هن bring the desired tooth movement بدي حرك السنين بدري يقدر يحرك لي بدري بدي حرك هي بدي حرك الروت يقدر يحركها الروت tipping control tipping الى اخره بدي حرك التوث كيف ما الحركه انا بدي اياها it should not have a detrimental impact on the teeth and or periodontia يعني انا عم حط هالجهاز ما لازم ياثر على السنين مثلا ما لازم يعمل مثلا روت ريزولف ما لازم مثلا يعمل لي انا بحط الجهاز مثلا جي دي فايتس او بيرنتايتس مثلا اوكي الفورسز تاعته تكون لو حتى ما تعمل لي هالمشاكل فور اكزامبل شو دات تو ريت ريزولف انه هو حاكي فور نون فايتاليتي اوف تي بتعرف شو هو توت فايتاليتي طبخت شوية شرق It should move that it should move only those teeth that is designed to move. لازم يحرك السنين. هلا عم يحكي عن قصة الانجوج. عم بقول لك لازم يحرك السنين لازم يحركها بس يعني. In other words, the anchor units should remain in their original position. The anchor units مفروض يكونوا محلهم. It should not interfere or هلا هيدي اللي هون مثلا it should not hamper هو كان بعض ال لا هو كمان بدك جهاز الهاتير يعني كاستور شو وظيفته الأساسية كان عاملينه يمنع تحرك المكسلة لقدام لو قلت لك أجهزة إذا كان بدك مكسلة كثير لقدام بوقفها يعني حسب اختصار الكيس يعني هيدي هون environment, البيئة القاسية. كلمة ركت environment البيئة القاسية. هذه الأشياء مثلاً في عندي application بتتم عندي
وذاوت بريك تحكينا هلا خلصنا بيولوجيك يلا باين لك كلمتين ميكانيكال ريكوايرمنت ذا ابلاينس شود بي ايبل تو ديليفر كونتينيوس كنترول فورسز تايب بالتقويم اجمالا نحن الفورس شو بتحب يكون كونتينيوس مستمر مش كل ما كان الفورس كونتينيوس كل ما السير بيتحرك اسرع كل ما كان الفورس بيتقطع شيء السير بيتحرك اسرع انا بدي اياه كونتينيوس كنترول فورس كنترول يعني ما بدي يكون يا هافي كثير او لو كثير بدي اياه كنترول عاد الفورس اللي بحرك السير بيتحرك وذا ديزايرد انتنسيتي قلنا يعني حجم قوته ان ذا ديزايرد دايركشن واكيد مطرح انا بدي وجهه يعني مطرح التشجير اللي بدي وجهه فيه The appliance should be able to withstand the routine masticatory forces and not get damaged easily. يعني الجهاز لازم يقعد بالتلج وبيقدر يتحمل ضغوطات الماستيكيشن وما يتكسر. The appliance should be easy to fabricate and activate. لازم يكون تصنيعه صعب، هون عم بحكي اكيد على الريموفر الابلاينس. شو معنى فيكس الابلاينس في شركات بتصنعها يعني ما في لا بيعملوا برايس يعني ما شركات بتصنعها، شركات عندها تكنولوجيا ثانية. It should not be bulky. Bulky يعني ما لازم يكون الجهاز كثير ضخم يعني. اوكي كيف ما كان الجهاز ضخم بالتم كيف ما المريض مستعد ما يلبسه. لازم يكون ما لازم يكون بارك ما لازم يكون كثير ضخم بالتم. And uncomfortable for the patient to wear. يعني اكيد ما لازم يكون مزعج للمريض بيلبسه. هو اكيد ال ideal requirements يعني. The appliance should be universally applicable and accepted. يعني هذا الجهاز مثلا المفروض يستخدم على كل كوكب الارض يعني مش بس منطقه واحده مش بس فئة واحدة منهم. Must be able to correct various malocclusions. لازم أكيد يقدر يعني الجهاز يصنع various malocclusions. Open bite, deep bite, class 2, class 3. بيهمني يعني. And different orthodontists should be able to activate the similar. يعني حكم التطوير على اختلاف المفروض يقدر يشغلوا الجهاز كثير كثير. مثلا جهاز مثلا بده كثير اكسبرتايز بده كثير مثلا خبره حتى تقدر تعمل تشارجر اذا في عندك جهاز مثلا بيدي لك هيدا الخبره كيف مثلا صار عم يشتغل مثلا 10 سنين و20 سنه بيتخيل مع شخص مثلا بيشتغل صار له عمره شهرين كثير منيح في عندك جهاز ثاني الفاتيك ريكوايرمنت يكون اكيد يعني منه كثير بلكي مثلا كل البريسز اللي بيقعدوا قدام منه الفاتيك اللايترز اكيد الفاتيك يعني Liquid appliances, they are from جوا they are aesthetic appliances. The appliance should be aesthetically acceptable to the patient. لازم المريض يقبل فيه يعني. In other words, it should be inconspicuous as possible. Inconspicuous يعني غير جلد. كلمة conspicuous يعني جلد. Inconspicuous غير جلد، غير واعي يعني. الجهاز اللي بيقعد بالتم المفروض يكون مش مبين. اوكي؟ As possible, the above requirements are very stringent. Stringent كثير قاسي يعني. كل requirements اللي فوق الميكانيكي البيولوجي بالاثاتيك stringent. عم بحكي عن stringent criteria عم بحكي على معايير جدا دقيقة وقاسية. لا عم بسأل متى كلمة stringent يعني. Stringent انه هيدي المعايير اللي عم بقولها above هي كثير stringent. And no single appliance has yet been designed. ما في جهاز صنع تقويم which incorporates all these requirements. يحتوي على جميع هذه الـ requirements يعني. For example, the liquid appliance. هل بعيدة حط برود الفكرة في الـ 7.8؟ هل بعيدة عامل كافي بيت مش محل معلش؟ For example, the liquid appliance. هو اللي بيقعدوا جوا على السنين. Incognito, غير incognito يعني. إبريس لين. هو الأجهزة مثلا صح انه الإفاتيك هون بس. أكيد هو اللي حيعمل كثير أكثر مع السبيتش. أخي نسير. For example, the lingual appliance fulfills the aesthetic requirements most completely. إنه هذا lingual appliances أكثر شيء بيعمل satisfy بس بعدهم هذا إذا وقع لابس lingual appliances
requirements 100%. Fulfill the athletic requirements most completely. Yet it may interfere with proper speech. عم نحكي عن lingual appliance بيأثر مع ال speech. Violating a biologic requirement. عم يخرق وظيفة بيولوجية. Of not interfering with normal functions. أخذ أسئلة normal functions بيتدخل مع speech. Lingual appliances بيتدخل مع speech.